الأنشطة اللي فيها استقبلنا التلاميذ والتلميذات وحسناهم بأهمية هذا النشاط هذا. المرحلة الثانية إن شاء الله غندخلوا فيها اللي فيها تحفيز ذهن التلميذ على الخيال والإبداع والابتكار، جعلهم يستعمل كل الحواس ديالو من أجل التخيل وإبداع ديك المدرسة المستقبلية، مدرسة الجودة اللي كنا كنطمحوا ليها إن شاء الله. المراعي هادو هاد التلاميذ ديال المؤسسة نتمنى إن شاء الله يكونوا في الموعد. وكما تعلمون في البطاقة التقنية ديالنا اختارنا الفضاء لسد عينين، وحاول تخيل معايا، كتخيل شنو غتخيل؟ بأنك كتحلم ناعس وكتحلم. باش كتحلم؟ كتحلم بواحد المدرسة مستقبلية، مدرسة الجودة. أنا أرسم فضاء أخضر مزين بالأشجار، فضاء به ألعاب يزيد المدرسة جمالا ومتعة. أرسم طفلا ينجز تجربة علمية لأنني أحب أن يكون مختبرا في المدرسة المستقبلية. معكم عبد الإله الرشحي مدير مجموعة مدارس عمر بن عبد العزيز بجامعة مقام طلبة، في إطار مشاورات وطنية من أجل مدرسة عمومية قائمة على أسس الجودة وتحت شعار
تعليم ذو جودة للجميع. احتضنت مجموعة مدارس عمر بن عبد العزيز صباح هذا اليوم ورشات من للخيال الإبداعي رغبة من الوزارة من منح للتلميذات والتلاميذ فرصة للتعبير عن آرائهم وتخيلاتهم حول مدرسة المستقبل، مدرسة الجودة، تحت توجيهات السيدات والسادة الأساتذة، سواء المدرسة كبناية أو ملاعب رياضية أو فضاءات خضراء أو مواقع إيكولوجية أو قاعات متعددة الوسائط، حواسيب، سبورة تفاعلية إلى آخره. شكر موصول لجميع التلميذات والتلاميذ المشاركين في هذا الورش وللأساتذة الذين سهروا على تنظيم هذا الحفل وعلى حسن تنظيم هذا الورش. واغتنم الفرصة كذلك لأشكر السيد المدير الإقليمي السيد خالد زروال المدير الإقليمي الذي ساعدنا ووفر لنا العدة اللازمة حيث توصلنا بها من طرف المنسق الإقليمي للمشاورات سي عثمان مشكورة الذي تحمل التنقل إلى المؤسسة وأسدى لنا توجيهات التي كان لها وقع على إنجاز الورشات. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون أن هذه الورشة مرت في ظروف جد مناسبة وجيدة، وبهذه المناسبة كنجدد الشكر ديالي للسيد المدير سي إله رشحي والأطر الإدارية العاملة بالمؤسسة والطاقم التقني لهذا التلاميذ هاد الوليدات اللي من أجلهم تم هذا الشيء. وكما كتشوفوا أنهم يعني بدعوا وتخيلوا المدرسة المستقبلية النموذجية بمجموعة مدارس عمر بن عبد العزيز. فانتهت الأشغال ديال هاد الورشة في ظروف مناسبة كما قلنا وفي ظروف جيدة. كي لا أطيل عليكم أترك الكلمة للتلميذة المبدعة والمشاركة في هذه الورشة ولك الكلمة. اسمي دعاء مغنيم، أدرس بالقسم الخامس بمجموعة مدارس عمر بن عبد العزيز في إطار المشاورات الوطنية من أجل تعليم في جودة للجميع. احتضنت مجموعة مدارس عمر بن عبد العزيز ورشات، الهدف منها هو إفساح المجال للمتعلم للتعبير عن رأيه وعن تطلعاته حول المدرسة المستقبلية. وكما هو ملاحظ هناك ورشات متعددة، من بينها ورشة البناء والتركيب، ورشة القصة والحوار، وأيضا ورشة للرسم. وأيضا وفرنا لهم العدة لهذه الورشات هذه واللمجة لإنجاح قصد إنجاح هذه العملية هذه.